بتبدأ الحلقة في أرض الجن بإن الطفلة دي بتشوف الكائن الغريب اللي على شكل إنسان واللي بيكون نار متوصل لجسمه. بتروح صاحبتها وبتقول لها استني يا نوري رايحة فين، وبتروح وبتحاول تشدها لكن بتقع نوري وبتلمس النار وبتقول إنها مش سخنة خالص. وبتروح نوري وبتحاول تلمس الكائن الغريب ده، صاحبتها بتقول لها اطلعي يا نوري. نوري بتبصلها وهي بتبصلها بيفوق الكائن وبيمسك في ايدها. بتصرخ نوري وبتقوله لا ما تقتلنيش. بيصرخ الكائن الغريب ده في وشها لحد ما النار اللي متكونة فيه بتختفي، واول ما بتختفي الكائن ده بينام وبترجع النار تولع تاني ولا كأن حصل حاجة. نوري بتقول لصاحبتها لازم ننقذه، لو سبناه الذئاب هتاكله. صاحبتها بتقول لها ملناش دعوة، هو يعني كان من بقية عيلتنا؟ نوري بتقول لها بس ده مش طبعنا، لازم نعالجه. بتقول لها خلاصة الكلام هتساعديني ولا لا؟ صاحبتها قالت لها هنشيل العملاق ده ازاي؟ نوري بتقول لها انا هتصرف. بتجيب نوري زي نقالة كده على شكل كرسي بعجل وبياخدوا الكائن وبيحاولوا انهم يفوقوه ويعالجوه. صاحبتها بتقول لها احنا هنفضل قاعدين هنا كتير؟ نوري بترد عليها انا مش همشي غير لما اعرف الراجل ده وراه ايه بالظبط، كان ممكن ينزل في اي مكان، ولكن هو نزل هنا ومعنى نزوله هنا امر غريب، بس شكله كده الكائن ده مهم جدا، خليكي معايا للاخر وما تعرفيش حد. صاحبتها بتقول لها حاضر هفضل معاكي ومش هقول لحد. بعد كده بنروح لهورد وبيكون الجندي والطبيبة اللي بيستكشفوا ايه اللي حصل في المدينة. الجندي بيقول ده مفيش اي جثة. الطبيبة بتقوله شكلهم كده هربوا من المكان وتقريبا كده ان سبب الحريق ده زلزال. الجندي بيشوف الحفرة دي بيقول لها انه شكله ما كانش زلزال وان في حد عمل الممر ده. بتقول له استحالة حد من البشر يعمل حاجة زي دي. بيقول لها روحي وعرفي شعب البشر. بتقول له انت مش هتيجي معايا؟ قال لها لا انا هفضل هنا لازم اشوف اخر الممر ده ايه. بتقول له بس انت ما تعرفش ايه اللي تحت. قال لها عشان كده لازم انزل. وبينزل فعلا. بنروح لملوك الجن وده شاكوش فيانور. ألروند بيقول للزعيم مش متخيل انك صنعت كل مجوهرات سيلماريل بالشاكوش ده. الزعيم بيقول له عارف يا ألروند مورغوس كان بالنسبة له مجوهرات سيلماريل اجمل حاجة ممكن يشوفها، لدرجة انه لما سرقها ما كانش بيعمل اي حاجة غير انه بيبحلق فيها، ومن كتر ما كان بيبحلق فيها نزل منه دمعة على قطعة جوهرة. شاف ساعتها الشر في انعكاس صورتها، ومن ساعتها مورغوس ما بقاش يبصله. ألروند بيقول له انت عملت لنا حاجات كتير حلوة. الزعيم قال له انا عاوز اعمل اكتر، عاوز املى ارضنا بالجمال. ألروند بيرد عليه عاوز تعمل حاجة زي ايه مثلا؟ الزعيم انا عاوز اصنع حاجة محدش شافها، برج كبير محدش شاف زيه قبل كده، هيكون برج ينتج لها بيكون ساخن سخونة لسان التنين ويكون صافي صفاء نور نجوم. الموضوع ده هيغير شكل الارض الوسطى كلها. ألروند طب فين المشكلة دلوقتي؟ الزعيم قال له انا محتاج ناس وعدد كبير يشتغل فيها لاني عاوز اخلصه قبل الربيع، وللأسف الملك مش موافق يوفر لي ناس تشتغل معايا في الموضوع ده. ألروند بيقول له طب انت ما فكرتش في شركاء من بره ارض الجن؟ الزعيم بيستغرب وبيرد عليه تقصد مين بالظبط؟ ألروند بياخد الزعيم وبيروحوا للأقزام. الأقزام بيقولوا ان سيد الأقزام رافض يقابلهم عشان زعلان ان صاحبه ألروند ما حضرش الفرح بتاعه. بيقول ألروند كلمة السر وبيفتح الباب وبيقول للزعيم ارجع وانا هدخل لوحدي وعايزك تثق فيا. وبيدخل ألروند لوحده بيقابل سيد الأقزام. سيد الأقزام بيقول له عشان نتشارك لازم نلعب تكسير الصخر، ولو كسبت ودي حاجة مش هتحصل هعمل لك اللي انت عايزه، ولو خسرت تاخد بعضك وتمشي. بيبدأ الماتش وبيفضلوا يكسروا في الصخر لحد ما ألروند بيجيب اخره وبيستسلم وبيعلنوا فوز سيد الأقزام. وبيقول لألروند مش قلتلك يا حبيبي ما تلعبش مع الأكبر منك؟ ألروند بيقوله تمام بس أنا عاوز أتكلم معاك برضو شوية. سيد الأقزام بيوافق وبيتكلموا مع بعض. ألروند بيقوله أنا محتاج مساعدتك وبجد محتاجك تقف جنبي. سيد الأقزام بيقوله سيبني بس أقترح الموضوع ده على الحاج وهرد عليك. بعد كده بنروح لنوري. نوري بتجيب أكل الكائن النار اللي أول ما بيشوفها تاني بيصرخ في وشها. نوري بتقوله إيه ده بقى يا عم؟ أنت كل ما تشوف وشي تصرخ؟ أنا عايز أساعدك مش هأذيك، وأنت كمان ما تأذنيش. وبتديله توت وبياكل، وبعد كده بتلاقيه بيرسم حاجات على الأرض
وفي نفس الوقت ده بيكون ابوها شغال مع اهل قريتهم وبيعملوا حاجة زي خيمة كده. وبنشوف ان الكائن ده بيعمل حاجة غريبة، اول ما بيعملها الراجل ابو نوري ده بتتكسر رجله، وغالبا كده ان الكائن ده هو اللي اتحكم في مصيرها. بتروح صاحبتها عشان تقول لها على موضوع ابوها. الكائن اول ما بيشوفها بيصرخ في وشها، لكن نوري بتهديه وبتقول له دي صاحبتي اهدى مش هتعمل لك حاجه. بعد كده بنروح لجلادريال بعد ما نطت من السفينه عشان تكمل بحث عن ساورون، وبتلاقي ناس في البحر. بتروح لهم وبتقول لهم انا محتاجه مساعدتكم. الست دي بتبقى عاوزه تساعدها، والراجل ده بيكون شاكك انها من ارض الجن وبيقول لها ايه اللي جابك هنا. بتقول له انها انفصلت عن السفينه اللي كانت فيها. بيقول لها هي الدوده هجمت عليكم. جلادريال مش فاهمه قصده وما بتردش. بيروح الراجل ده وبيكشف عن ودنها وبيكتشفوا انها من ارض الجن. الراجل العجوز بيشوف القارب ده وبيحاولوا انهم يلفتوا انتباه الناس اللي فيه، بس ما بيطلعش قارب، بتطلع الدوده وبتهجم عليهم. بيفتكروا ان جلادريال هي اللي جابت لهم الدوده دي معاها، وبيرموا جلادريال في الميه اللي بتحاول انها تهرب بعيد عنهم. بيشوفها صاحبنا ده وبياخد باله انها بتهرب زيها زيهم، واول ما بتبعد الدوده بتهجم على كل اللي في القارب الصغير وبتخلص عليهم. بعد كده صاحبنا ده بيهرب وبيروح عشان يساعد جلادريال، واللي بيكون مر بظروف شبيهه للي مرت بيها جلادريال. بتحكي له جلادريال عن قصتها وبيكون عارف مكان اعداء جلادريال، وبتطلب يعرفها مكان الاعداء، وبيقول لها انهم موجودين في الاراضي الجنوبيه. بتقول له انها عاوزه توصل ليهم او توصل لاخر مكان شافهم فيه. بيقول لها انا هساعدك وعندي خطه كويسه. بعد كده بنروح لحبيبه الجندي اللي بتكون رايحه عشان تعرف اهل البشر عن اللي حصل في هورد، وان مفيش اي جثث هناك، وان شكل كده الارض انشقت وبلعت. بنلاقي الجندي لسه بيدور على اي حاجه في الممر المفحوط، وبيظهر حاجه تحت بيجري منها لحد ما بيوصل هنا وبيستناها تخرج من الميه. بعد كده بنلاقي الكائن ده بيسحبه لجوه. ابن الطبيبة بيشوف حاجة في أرض بيتهم وبيفضل يكسر في الأرض، وبيظهر حد تحت الأرض بيستخبى منه لحد ما أمه بتيجي وبتستخبى هي كمان، لحد ما بيطلع ويظهر واحد من جيش ساورون. بيفضلوا مستخبيين والخوف بيسيطر عليهم وبيكتموا نفسهم عشان ما يسمعهمش. بيتحرك جنبها وبتتخض، بتكون الإزازة دي هتقع. بياخد باله وبيهجم عليهم. أمه بتقوله اهرب يا تيو. بيكون الوحش عايز يقتلهم وبيروح عشان يضرب في ابن الطبيبة. ابن الطبيبة بيجري منه وأمه بتحدف عليه حاجة بتيجي في عينه، ما بيبقاش شايف أي حاجة. بيجري ورا تيو وأمه بتديله سيف في ظهره، ولما بيلف السيف بيتشلكل في السلم، بيفضل متعلق. وبيجي تيو بيلف حبل حوالين رقبته وبيرفعه لفوق وبيكون بيخنقه، بس بيضرب تيو وبيكون رايح يقتل تيو. أمه بتجيب سيف وبتقطع رقبته. بنروح لجلادريال وصاحبها اللي بيكونوا في البحر، واللي بيحصل رياح قوية عليهم ومش بيكونوا قادرين يتماسكوا. القارب بيفك من بعضه. بتقول له جلادريال امسك في ايدي، بس بتتشنكل وتقع في المية. بينزل وراها عشان ينقذها وبيلاقي في جنبها السيف بتاع اخوها. ياخده ويفك الحبل وبيطلعوا تاني على القارب. بعد كده بنروح للطبيبة وابنها تيو، واللي بيكونوا هيمشوا من المكان مع باقي شعبهم. تيو بينزل منه دم على قطعة المعدن الرمزية بتاعة ساورون، وبيحصل فيها كده. امه بتنده عليه بتقول له يلا يا تيو، وبيمشوا من المكان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة الثانية، واستنونا في الحلقة الثالثة.